متابعتنا الفنية متواصلة، واليوم نسلط الضوء على حدث يتم التحضير له، وهو معرض الذهان التعبيرية في الفن والسينما المزمع، انطلاقه في 15 من يونيو الجاري في متحف لوديف الفرنسية. ما يجعلنا رانيا مشاهدينا نتابع هذا الموضوع هو تناوله مدرسة فنية انتشرت في السينما والفنون والجرافيك، وكانت المرحلة السياسية في ألمانيا كانت عاملا أساسيا في ظهور هذا التيار. يسلط المعرض المنتظر الضوء على الحركة التعبيرية بما يتجاوز الزوايا المعتادة لهذا التيار، ويستكشف التأثيرات المتعددة بين الرسم والفن الجرافيكي والسينما. لكن ما هو المختلف في كل هذا؟ المختلف في هذا المعرض مشاهدينا أنه يقدم أعمالا لـ30 رساما وبواكير الأفلام الألمانية التي عبرت عن الواقع من خلال المخاوف والكوابيس التي عاشها المجتمع بين الحربين العالميتين. أحد هذه الأفلام التي يصعب نسيانها خالد هو فيلم الرعب الصامت نوسفيراتو، الذي خرج إلى النور عام 1922. نشاهد بعض اللقطات من هذا الفيلم ولا معودة. نوسفيراتو. مهما اختلف المضمون وتعقيدات رانيا يبقى يعني يعكس تيار فني يستوجب تسليط الضوء. طيب لحظة، تحب أفلام الرعب ولا لا؟ قست يعني قليل لكن أميل للكوميديا. ما يهمنا في بداية هذا النقاش مشاهدينا الكرام هو التناول الفني التشكيلي في بداية القرن العشرين الذي اقترحه هذا المعرض، حيث يتناول اللوحات والرسومات والنقوش لحوالي 30 فنانا. فعلا، فقد اشترك هؤلاء الفنانون في تناول فني للمجتمع الألماني القلق والمتحفز وفي مرحلة لاحقة المصدومة. وبالعودة للمدرسة التعبيرية الألمانية مشاهدينا، هناك من يعتبر أن لوحة الصرخة للفنان النرويجي إدوارد مونك كانت ملهمة لهذا التيار الفني.